الأفكار كثيرة تتزاحم في رأس همام، وكل الأحاديث والحوارات التي دارت معه كلها كانت تحضر دفعة واحدة على أبواب ذاكرته، ومن دون استئذان تدخل إلى ساحة الظهور في وجدانه، وهو لم يكن يهمل أو يتجاهل أي منها، بل على العكس كانت كلها مهمة بالنسبة إليه، لأنها كلها تدعوه إلى خير نفسه وصلاحها. كل الحوارات التي خاضها مع أمه وأبيه أو مع بعض أقاربه وأصدقائه كانت عن إكماله نصف دينه باختيار شريكة الحياة، لكن كيف سيختار شريكة حياته؟ رجع همام بأفكاره حتى وصل إلى مولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومولاته الزهراء عليها السلام. وكيف كان زواجهما؟ إنه لا ينسى ما قرأه عن الأمر الإلهي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن زوج النور من النور، ولا ينسى قول رسول الله صلى الله عليه وآله لولا علي لم يكن لفاطمة كفء. نعم، هذا هو المنهج السليم للزواج، التكافؤ. بل إن من العدل أن يأخذ الرجل امرأة تتشابه معه في الصفات والأخلاقيات. همام فهم أن عليه أن يبحث عن فتاة تكون في أخلاقها وطباعها مكافئة له، ولذلك فهم أن عليه أن يواجه نفسه أولا ولا يراوغها، وكأنه يقف أمام مرآة ليتثبت مما يحمله من صفات سلبية وإيجابية. وهل سلبياته أم إيجابياته أكثر؟ وهل هو ساع بإخلاص لتصحيح مسار سلبياته، وساع بنفس ذلك الإخلاص للتمسك بإيجابياته؟ وعاد إلى مولاه علي مرة أخرى، علي الذي كان يصل صلاة ليله بفجره. وعلى الرغم من أن كل ما هو طاهر في الوجود يستمد طهارته من علي، إلا أنه كان يدعو دعاء من أثقلته ذنوبه وأنهكته معاصيه. علي الذي كان يقف في محرابه وقوف المتهم الذي لا يجد ما يدافع به عن نفسه إلا التضرع والبكاء، رغم أنه البريء المبرأ من أي شائبة أو نقص. قال همام في نفسه: ربما لأجل كل ذلك كافأ مولاي علي سيدتي فاطمة وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا كان الفجر قد حل، فقام همام وتوضأ للصلاة، ثم رفع يديه بالدعاء: اللهم إني أعلم أن بين عبادك من هي عابدة تقية طاهرة، وإني قد عزمت على الزواج، فإن كنت تراني كفأ لأن أنال الشرف الارتباط بأمة من إمائك الصالحات فيسر لي ذلك وأعني عليه بحق علي وعلى حب علي.